بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك كتابة. الشجرة المثمرة تقذفها بالطوب تقذفك بأطيب الثمار، هكذا الأهلي. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس والحلقة 709 709 من ملك كتابة، حلقة مهمة في توقيت أعتقد يعيش فيه الأهلوية المحبون لناديهم العريق قمة الفرحة، قمة الفخر، قمة الزهو، وأيضا قمة التفاؤل للي جاي إن شاء الله. الشجرة المثمرة، المشهد اللي احنا بأطيب الثمر، المشهد اللي احنا عايشينه في ظل هذه الفوضى حوالينا والتجاوزات اللي في حق النادي الأهلي، وبعدين يخرج النادي الأهلي ولكنه سمع حاجة ويطلع منشغل بنفسه عشان يقدم كل هذا الفخر وهذا النموذج الراقي اللي صداه مش محلي بس في الوسط المحيط بنا إقليميا، لا ده حاجة تدعو فعلا. يلا شدوا حيلكم، احدفونا بالطوب وهنهدفكم بالثمار.